بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ففضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن أستاذنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الموقر، معالي الوزيرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الموقرة، معالي الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الموقر، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معالي السيد شدري سالك حسين وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الشقيقة، معالي الدكتور سيدي يحيى مرابط وزير الشؤون الدينية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا الشقيقة، معالي الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين الشقيقة، معالي الدكتور أسامة محمد البطحاني وزير الأوقاف والإرشاد في جمهورية السودان الشقيقة، ضيفة شرف المؤتمر صاحبة المقام الرفيع السيدة الكريمة سنتا نوريا حرم رئيس إندونيسيا السابق فخامة الرئيس عبد الرحمن واحد رحمه الله، فضيلة الشيخ علاء الزقم إمام مسجد أبي بكر الصديق في ملبورن في أستراليا والحاصل على وسام دولة أستراليا الممنوح من الحاكم العام ممثلاً لملك بريطانيا الملك تشارلز ليكون أول إمام مصري يحصل على هذا الوسام الرفيع، ضيوف مصر الكرام من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من الوزراء والعلماء والسفراء الحضور الكرام، في هذا اليوم الأغر 21 من شهر صفر 46,400 من الهجرة، الموافق 25 من أغسطس 24,200 من الميلاد، وفي رحاب قاهرة المعز وبرعاية كريمة سامية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، وبتشريف وحضور كريم من حضراتكم جميعا، ينطلق هذا المؤتمر المهم، المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي هو المؤتمر الأول للواعظات وعنوانه دور المرأة في بناء الوعي، ويسعدني ويشرفني بداية أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر والذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر، وفي أن أنقل لحضراتكم ترحيبه الحار وخالص دعمه وتمنياته لمؤتمرنا هذا بكل التوفيق. واسمحوا لي أن أوجز كلامي في عدة نقاط. الأولى،
قبل 135 سنة من الزمان، وفي شهر سبتمبر سنة 89 و800 من الميلاد، الموافق لسنة 36 من الهجرة، انعقد مؤتمر علمي مشابه لمؤتمرنا هذا في مدينة ستوكهولم، ووفد إلى ذلك المؤتمر وفد مصري من قامات مصر ورجالاتها الكبار، وكان منهم العالم الأزهري الجليل الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله، المفتش الأول للعلوم العربية بنظارة المعارف المصرية. وقدم ذلك العالم الجليل لذلك المؤتمر ورقة بحثية ممثلة في كتاب من تأليفه اسمه باكورة الكلام على حقوق النساء في الإسلام، وقد حظي هذا الكتاب آنذاك بترحيب وتقدير دولي رفيع، مما دفع دولة الوزير مصطفى رياض باشا رئيس مجلس النظار المصري في ذلك الحين أن يأمر بطباعة هذا الكتاب ليكون أثراً علمياً مصرياً خالداً وباقياً، وليترك للتاريخ بصمة منيرة نذكرها اليوم ونشيد بها، وكأن مؤلفه حي بيننا يشاركنا اليوم في مؤتمرنا هذا دور المرأة في بناء الوعي. ولم يكن هذا إسهاماً مصرياً فقط، بل كان عملاً نشترك فيه جميعاً كمسلمين لنقدم للعالم رؤيتنا لتكريم المرأة وتعزيزها بما يعبر عن المسلمين جميعاً في أذن العالم. ويتجدد بنا اليوم العهد بهذه المعاني لننسج على منوال ما سبق. القضية الثانية، يمضي زمن وتأتي سنة 98 من الميلاد، قبل قرن وثلث من الزمان، وتعاني جامعة القاهرة معاناة كبيرة حينئذ لعدم وجود مقر لها ولتعثر إجراءات تأجير مقر مؤقت. فعلمت الأميرة الكريمة فاطمة إسماعيل بهذا، فقررت التبرع حينئذ بستة أفدنة لإنشاء مباني الجامعة الأهلية، وأوقفت 660 فداناً من أجود الأراضي المزروعة ليدخل إيرادها إلى ميزانية الجامعة، وتحملت سائر تكاليف البناء، وتبرعت بجواهرها وحليها النفيس لبناء المقر الجديد للجامعة، وأوكلت الجامعة حينئذ الدكتور محمد علوي باشا بعملية بيع مجوهراتها، فباعها وضخ المبلغ المتحصل منها في ميزانية الجامعة. ولم يقف دعم الأميرة للجامعة عند هذا الحد، بل تحملت نفقات وضع حجر أساس الجامعة، والذي كان سيحمل الجامعة نفقة باهظة، خصوصاً أن الخديوي عباس حلم الثاني أعلن أنه سيحضر حفل الافتتاح، وكتب أمير الشعراء أحمد شوقي حينئذ قصيدة عصماء في هذا الحدث وفي تلك الأميرة. وإلى يوم الناس هذا تبقى في جامعة القاهرة في كلية الآداب نقش على مدخل كلية الآداب نصه: هذه من آثار حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة إسماعيل. ونحن اليوم في مؤتمر دور المرأة في بناء الوعي نقدم تحية إكبار لروح هذه الأميرة الجليلة التي صنعت الوعي في أجل صوره، حيث أنشأت مباني الجامعة الصانعة للعقول البانية للأجيال. القضية الثالثة، يدور مؤتمركم الموقر هذا في فلك ستة محاور، وهي: المحور الأول دور المرأة في بناء الوعي الديني،
المحور الثاني دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. المحور الثالث دور المرأة في خدمة المجتمع. المحور الرابع دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل. المحور الخامس دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع السلام وبنائه. المحور السادس التجربة المصرية في تمكين المرأة. وعلى ضوء هذه المحاور السداسية ستدور أبحاث المؤتمر وأطروحاته ومناقشاته، وسوف نغزل معاً المعاني والآفاق الكريمة التي نريد إيصالها للعالم من اعتزازنا بالمرأة وتكريم ديننا الحنيف لها والإبانة عن دورها الجليل تاريخاً وواقعاً ومستقبلاً في صناعة الوعي وفي خدمة المرأة لدينها ووطنها والإنسانية كلها. القضية الرابعة، كم ربط القرآن الكريم وجداننا جميعاً كمسلمين بالسيدات العظيمات، فكم حدثنا عن حواء عليها السلام، وعن بنات سيدنا لوط، وعن سيدتنا سارة، وكم حدثنا القرآن عن سيدتنا هاجر، وكم حدثنا عن أم موسى، وعن أخت موسى، وعن زوجة موسى، وعن امرأة عمران، وعن امرأة أيوب، وعن مريم ابنة عمران، وعن ملكة سبأ، وعن صاحبة سورة المجادلة، وسيدات البيت النبوي من أمهات المؤمنين، وحديث القرآن عنهن في سورة الأحزاب، حتى نصل إلى سورة أخرى كاملة من سور القرآن سميت باسم امرأة، وهي سورة المجادلة أو سورة المجادلة، إلى أن يتوج القرآن الكريم ذلك بقوله جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف. ثم يأتي الهدي النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وفي قوله: خيركم خيركم لأهله، وفي قوله: النساء شقائق الرجال، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، مع إجلال الشرع لقدر الأم. فهذا نداء السماء في وجداننا شاهد علينا بما ينبغي أن نتخلق به في معاملة المرأة وفي دعم القيام بدورها ورسالتها على أكمل وجه. القضية الخامسة، إذا كان المؤتمر عن المرأة ودورها في بناء الوعي، فإن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً، وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة معنى اسم فلسطين، وأن هذا الاسم لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل. وقد تحملت المرأة الفلسطينية مرارة فقد الزوج والأب والأخ، ومرارة ثكل الولد، وقامت وما زالت تقوم ببناء وعي الأجيال على الثبات على الأرض، وعدم قبول التهجير والنزوح، وتقديم لابن تلو الآخر شهيداً فداءً للأرض والوطن، فتحية احترام وإجلال لهذه المرأة العظيمة. القضية السادسة، ضيفة الشرف اليوم لهذا المؤتمر السيدة الجليلة الكريمة سنتنوريا عبد الرحمن، حرم رئيس إندونيسيا الأسبق الرئيس عبد الرحمن واحد، والتي أرحب بها ترحيباً خاصاً، وأعرب عن سعادتي البالغة وسروري بتشريفها لنا اليوم، وأشكرها على قبولها دعوتنا لحضور المؤتمر، حيث قامت بدورها الوطني سيدة أولى وزوجة لرئيس إندونيسيا، ثم قامت بدورها الإنساني راعية لمبادرات إنسانية
وأعمال خيرية ممتدة في مختلف أنحاء إندونيسيا، فهي رمز ونموذج نسائي جليل نقدم للعالم من خلاله صورة مشرفة للمرأة المحبة لوطنها المكرمة للإنسان مهما كان عرقه ودينه. وقد ربطتني بسيادتها صلة خاصة، حيث تشرفت بزيارتها مع أسرتها الكريمة في منزلها العامر في العاصمة جاكرتا، واستمعت إلى حديثها وتجربتها الحكيمة، واليوم أقدم لها كل التكريم والتقدير والاحترام، ضيفة عزيزة على مصر التي درس فيها بالأمس زوجها الرئيس عبد الرحمن واحد في أزهرها الشريف، ثم تعود مصر اليوم لتستقبلها وأسرتها الكريمة ليتجدد الود وتتجدد الصلة، مرة من خلال الرئيس عبد الرحمن واحد، واليوم من خلال سيادتها، رمزا نسائيا نتشرف به أمام العالم. والختام في كلمتي: إن المرأة مفتاح نجاح الحياة، ولبنة بناء الأوطان، ونبع العطاء الذي لا ينضب. ورغم قوة الرجل في الظاهر، إلا أنها هي التي تثبت فؤاد الرجل وتقويه. ترضيها كلمة طيبة، فكيف بعشرة عمر طيبة؟ هي الأم وإن كانت ابنة أو أختا أو زوجة، يحتويها الرجل ظاهرا، لكنها تحتوي عقله وهمته باطنا، وتمسح همومه بما أودع الله تعالى فيها من الرحمة. إن المرأة خلقت لتكرم، كما أن الأوطان خلقت للوفاء، كما أن الأبوين خلقا للبر، كما أن العقول خلقت لتفكر وتبدع، كما أن الأمجاد خلقت لتكتسب، كما أن الأحزان خلقت لتطرد. ولم ترد الأحزان في القرآن الكريم إلا منهيا عنها، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا. فانظروا كيف حمى القرآن الكريم المرأة من الحزن، حيث قال سبحانه في حق سيدنا عيسى: فناداها من تحتها ألا تحزني. وقال سبحانه في حق سيدنا موسى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقال سبحانه لأم سيدنا موسى: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال سبحانه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ويقول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. وقارن هذا مع قوله سبحانه عن أهل الجنة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، مع قوله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، مع قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول للسادة العلماء الأجلاء من مختلف أنحاء العالم: هيا بنا لنجعل هذا المؤتمر بداية جديدة نعود بها جميعا إلى أوطاننا برؤية جديدة وروح جديدة تنطلق بها في أوطاننا جميعا برامج العمل المنيرة التي تنور وجدان شعوبنا وأوطاننا كلها بحسن معاملة المرأة بكامل الوفاء والاحترام والإكرام، حتى تنحسر معدلات الطلاق وتزول كافة صور التسلط والأذى والانتقاص والتعدي لفظيا ومعنويا على المرأة، حتى تستقر الأسر وتسكن النفوس وتأتلف القلوب وتؤدى الحقوق وتعمر الأوطان. وأجدد الترحاب الحار بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، داعيا لكم بطيب الإقامة، متمنيا لكم سلامة العودة بعد إقامة طيبة إلى بلادكم وأوطانكم. وأكرر نقل التحية من دولة رئيس مجلس الوزراء، وأكرر حفاوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم جميعا.